الحين ذكرى مولد الابن العزيز الغالي الشهيد السعيد ياسين. هذا اليوم مو بمولده هو، ومولد شعب، مولد أمة، مولد جميع البحرينيين المفعمين بالوطنية لهذا الوطن العزيز. احنا نفتخر بهذا اليوم، احنا اليوم نحتفل وجايين نجدد العهد عند هالبطل، عند هالابن العزيز الشهيد السعيد بميلادنا احنا، بيوم استشهاده، بيوم مولده. احنا نقول له بعد هم احنا على خطاكم ماشيين، هو الحين في يعني حتى روضة من رياض الجنة قليلة في حقه. ليش؟ لأنه ملاك طاهر في سنه، ملاك طاهر في فعله، في استشهاده، الحمد لله مطهرون. الله سبحانه وتعالى ذي من الناس اللي طهرهم في الدنيا قبل الآخرة. نتمنى من العزيز القدير أن الله سبحانه وتعالى يلهمنا جميعا، لأن احنا جميعا أهله ووالدينا الصبر والسلوان على بس فرقاه، وإلا هو في قلوبنا وبتم حي ناظر إن شاء الله، وإن شاء الله لما ناخذ حتى حقوقنا اللي كفلها الدستور واللي كفلها بدمه الطاهر. شكرا لكم.